الله يا الله. طبعا قبل أن أقول لك الحديث دعني أقول لك الاكتشاف العلمي ثم نتلو الحديث. صحيح. لكي يكون كلامنا موثقا. باحثة أسترالية في عام 2002 أرادت أن تبحث عن مضادات حيوية قوية جدا لعلاج الأمراض المستعصية. طبعا العلماء يعتقدون أن هذه المضادات الحيوية التي نأخذها اليوم بعد سنوات قليلة سينتهي مفعولها. لماذا؟ لأن الفيروس لديه قدرة على تطوير تحور، يتحول من شكل إلى آخر ويصبح لديه ما يشبه المناعة. لم تعد تؤثر به هذه المضادات التقليدية، فيبحثون عن مضادات حيوية لقتل هذه الفيروسات والقضاء عليها أكثر تأثيرا من الموجودة حاليا. المفاجأة أنهم لجأوا إلى الذباب. سبحان الله، سبحان الله. باحثة أسترالية تقول عندما نغمس الذباب في الماء أو في الكحول مثلا فإن هذا الذباب يحرر أو يطلق كمية كبيرة من المضادات الحيوية الموجودة على سطحه الخارجي. يا الله. لماذا موجودة هذه ويقوم بتصنيعها الذباب؟ ليقاوم البكتيريا العنيفة التي يحملها أيضا والفيروسات التي يحملها. نحن نعلم أن الذباب يعيش في القمامة وغيرها، القمامة وغير ذلك. صحيح. فهو يحمل كمية كبيرة من هذه الفيروسات، فلولا أن الله خلق له هذه المضادات الحيوية لمات الذباب وانقرض منذ فترة. صحيح. طويلة. وقامت بهذا البحث ونشر في أستراليا وموجود على موقع ABC الأسترالي لمن أحب أن يطلع عليه. باحث ياباني آخر قبل سنوات قال بالحرف الواحد ليس غريبا أن نرى الذباب قريبا في المشافي. في المشافي؟ في المشافي، لا المستشفيات. صحيح. نعم، في المختبرات. لاستخلاص هذه المضادات الحيوية وصل إلى النتيجة ذاتها. فأصبح لدينا حقيقة علمية اليوم، إذا سألت أي باحث في علم الحشرات ملحد أو غير ملحد يقول لك إن الذباب محمل بكمية من المضاد الحيوي الذي هو شفاء، ومحمل بكمية من الفيروسات والبكتيريا والأمراض القاتلة التي هي دواء داء. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث لطيف جدا قال فيه إذا وقع الذباب، وهذا الحديث صحيح في الصحيح، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 3 مرات كما تفعلت تلك الباحثة الأسترالية لتحرر هذه، ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين ضعف هذا الحديث، لم يستوعب يعني هذه الحالة الطبية. وبالتالي فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عبرة، وهكذا في كل أحاديثه كان يعني يستغل النبي عليه الصلاة والسلام أو يغتنم فرصة معينة أو حادثة معينة ليربطها بإعجاز علمي أو طبي أو كوني أو غير ذلك.